اتفضلوا. ايه ده يا هاني؟ ده بتاعك انتي وعمتك. ايوه، بتاع ايه يعني؟ ده عشان تبدأوا مشروع صغير كده يأمن لكم مصاريفكم وحياتكم، عشان ما تبقوش محتاجين لحد. وعلى فكرة الشقة دي واحدة من ضمن 5 شقق فاضيين بنأجرهم، وأنا حتى ما حسيتش بيكوا لما انتوا جيتوا هنا، يعني نورتونا، مش فارقة معانا خالص. ربنا يكرمك يا ست الكل يا رب ويسعدك. استني، انتي عمتي يعني؟ حضرتك يمكن ما تعرفيناش او ما شفتناش الا مره واحده لما جيتي شقرتي علينا، يعني اول ما سكنت، وكل اللي تعرفيه عننا اللي بيقوله لك ايمن بيه. بس انتوا بصراحه عملتوا معانا كتير، يعني كتر الف خيركم. ايه بقى لازمه الشيك ده؟ ذكي، وانا احب البنت الذكيه قوي. اللي شفته من الدنيا يا هاني معلم من الحجر. بصي يا حبيبتي، ايمن ده ابني، عارفاه كويس قوي، عجناه وخبزاه، وقلبي حاسس كده ممكن يروح معاكي لحد فين. وبتهيالي انت مش ممكن تورطيه معاكي في حاجه تضايقني او تخليني اغضب عليكي طول عمري، مش كده ولا ايه؟ فلازم ترفضي. ارفض ايه يا هانم؟ لما ايمن يجي يطلب ايدك ترفضيه؟ يحب الشوم يا ست هانم، لما ايمن بيه بجلاله قدره وبرجولته وهيبته واخلاقه يطلب مني ايد رباب هقول له لا؟ ده كانت الكلمه تتحشف في زوره تقنقني وتجيب اجل واجل اللي خلفوني، ولا عمرها تطلع في وش ايمن بيه. اتهدي انت دلوقتي يا عمتي. ده ايمن بيه. طيب عليك النبي تسكتي انت دلوقتي يا عمتي. بقول لحضرتك ايه؟ حضرتك ما تعرفيناش كويس، احنا اغلى من الغلب، ابعد ما خيالك ممكن يجيه. بس انا بعيدا عن الغلابه دول كلهم، انا مختلفه، انا كرامتي عندي غاليه ونفسي عزيزه. انا عايزه اطمن حضرتك واوعدك ان انا عمري ما هقبل بايمن بيه الا وانت مباركه وراضيه وفرحانه. ده وعد مني، وده شحك عشق حضرتك. ميرسي. السلام عليكم. نورتي يا هاني. استغفر الله العظيم من كل شر، استغفر الله العظيم من كل شر. ها يا حبيبتي، ايه رايك فيهم؟ حلوين قوي يا ايمن. انت اللي هتخليهم حلوين. هو انا عايشه بجد ولا هفوق بعد شويه؟ حبيبتي دي حاجة أنت اللي تحدديها. يعني إيه؟ بص يا ستي، اللي عايز يصدق الحاجات الحلوة هتحصل له بجد، اللي مش عايز يصدق بقى بتفضل طول عمرها خيال وتروح. أنت عايزاها بقى بجد ولا خيال؟ بالذمة ده سؤال تسأله لواحدة زيي؟ أنت مفيش واحدة زيك يا رباب. عايزك بقى تقيسيهم كلهم وتطمنيني، عشان لو في أي حاجة في المقاس نلحق نرجعها. حاضر. يا أيمن. حاضر يا أيمن. اتفضلي اهو، مرضية يا بنتي احسان. وده ايه ده بقى يا معلم؟ حق امي؟ لا طبعا مش حق امك، دي حاجة كده هبة عشان معزتها في قلبي. انا حق امي مش فلوس يا معلم، حق امي في عمرها اللي هيضيع وهي في الحبس لو ما عرفناش نثبت براءتها في الاستئناف. لك عليا اقوم لها اكبر محامي في البلد، محامي الناس الكبار قوي اللي كانوا هناك في طور، خرجهم كلهم براءة. أمال إيه؟ أوعدك إني هطلعها براءة من بق السبع. أنت مش عارفة غلاوة إحسان في قلبي قد إيه. الغلاوة مش بالكلام يا معلم أمريكاني، وأنا أمي مش هتعرف تخرج من المغرز اللي هي مغروزة فيه ده إلا لو جبنا دليل يملى عين القاضي ودماغه. خلاص نجرب
ولو ما نفعش؟ لو ما نفعش ساعتها عندنا بدل التصريف 10 اشل حتى نهربها. ليك عليا هذا سالك اجوزكم بعض على ايديا ان شاء الله، وعندي ليك شقه في الهضبه. امال ايه؟ ولو غلبك الشوق قوي اجوزكم دلوقتي حالا واعمل لكم زبفه كمان. ربنا يخليك لينا يا معلم وما يحرمناش منك. كله بأوانه يا معلم. يلا يا سالم، هتوصلني ولا اخد تاكسي؟ هوصلك طبعا. طيب وصلها، وصلها يا سالم، بس هتوصلها واحده واحده ولا استناك؟ والله ما اعرفش يا معلم. كده يبقى وصلها وانبسط. يالا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا غالية. انت هتشوف عمر بيه امتى عشان تشوف موضوع التسجيل دوت؟ بكره الصبح بالمشيئة هكلمه قبله. والنبي يا سالك، انا عايزه نشوف التسجيل ده ناقصه ايه بالظبط عشان تبقى العقده بشنيطه واحنا بنحكمها على الكلب دوت. ما تحطيش في بالك يا مرفت، طب انا عملت كل الهلومه دي ليه؟ حقك عليا والنبي يا سالك، والنبي ما تاخد على خاطرك مني. انا من ساعه ما عرفت ان انا جايه هنا وانا عفريت الدنيا كلها تتنطط قدام عيني. ما تشغليش بالك، كل شيء بكره هيتساوى ان شاء الله. طب يلا انا عامله لك اكل حلو. والله يلا بينا. يلا. اتفضلي يا حبيبي. هننزل السلالم بقى. اوكي. بقالنا 10 سنين ساكنين هنا ومش عارفه انهم 5 سلالم. اتفضلي. خلاص قدامنا خطوتين ثلاثه بس، مش اكتر من كده. واو. ايه ده يا ادهم؟ وكمان كمان كنت عايز اجيب لك اوركسترا قاهره سيمفوني كله، بس الصراحه في الاوبرا ما بقتش غيره. انت عارف يا حبيبي امتى اخر مره قضينا وقت زي ده مع بعض؟ انت عارفه؟ طبعا. انت بقى تاني ليله عيد جواز لينا. يا من زمان قوي. مش عايزك تزعليني حبيبي. انا عمري ما زعل منك، انا زعلانه عليك يا ادهم. انا خايفه عليك حتى من نفسك. ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ مش عارفه، احساسي. ممكن احساسك بقى انك كده على جنب ونعيش اللحظه الجميله دي اللي عملناها زي من زمان قوي. حبيبي امور يا روح. انا نفسي اعرف انت ايه اللي مخبيه عليا بالظبط. لا انا مش مخبي عليك حاجه، انا بس قلقان شويه عشان باخد قرار مهم قوي يهم مستقبلي. ايه هو؟ انا عايز اوقف تجاره السلاح. ايه ده يا ادهم؟ انت بتهزر؟ خبر حلو زي ده ما كنتش عاوز تقوله لي؟ ساعات الاخبار الحلوه بيبقى ثمنها مؤلم. مش فاهماك. يعني يا حبيبي المفروض ان انت بالطريقه دي هتقفل صفحه القلق الوحيده في حياتنا كلها. المهم اخر سطر في صفحه القلق دي. لا يا حبيبي، ايا كان صدقني مش هيبقى اسوأ من اللي احنا شفناه قبل كده. غدا انت عندك شك في خبراتي في الدنيا وانا معاك. مستحيل يا حبيبي، انا عايز اقولك ان انا وانا معاك بحس ان انا لسه ما شفتش حاجه في الحياه دي خالص. خبراتي دي بقى بتقولي ان الأسوأ لم يأتي بعد. ماشي يا حبيبي، بس برضو ده معناه ان الأحلى لم يأتي بعد.
أتمنى حياتي. أتمنى تكون مشاعري دي مجرد قلق. صدقني يا حبيبي أنت أحلى راجل في الدنيا دي كلها. أنت اللي خليت لي قيمة حقيقية وحسستني بوجودي وبكياني. وبعدين يا أدهم مفيش حد يقدر يعمل حاجة كاملة لحد الآخر، يعني طبيعي هتحصل شوية مشاكل على عقبات في النص، وعلى قد ما أنت كبير مشاكلك برضو يا حبيبي هتبقى كبيرة. بس الأهم بقى من كل ده تقوم وتفوق وتكمل وسطنا ومعانا أنا ودرة بنتك يا أدهم. حبيبي ما عنديش حاجة في الدنيا أهم من إن أنا أكمل في وسطكم ومعاكم. حبيبي دكتور سمر عندنا؟ ايه المفاجأة السعيدة دي؟ ازيك يا علياء؟ ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا قلت اجي اشوفك قبل يوم الجمعة ان شاء الله. اشمعنى قبل يوم الجمعة؟ يعني نتكلم بجد؟ يلا. انا رايح اقابل باباكي الباشا الكبير يوم الجمعة ان شاء الله، والموضوع قلب بجد. ليه هو كان قبل كده هزار؟ لا طبعا ما كانش هزار، بس انا جاي اتأكد انك عايزة تتجوزيني فعلا، وإن كل الخوف والقلق اللي جواكي هيروح، أو على الأقل هتبقي مقتنعة. سمر أكيد أنا مقتنعة، ولا ما كنتش خليتك تقابل بابا؟ طيب هو أنت عاوز تتأكد من إيه بالظبط؟ أنا بحبك وده اللي أنا متأكد منه، وجي الوقت إن أنا أسمعها منك أكيد. علياء خلي بالك قراية الفاتحة دي زي كتب الكتاب، يعني ارتباط رسمي. بتضحك عليا يا ايمن؟ بتبلفني ها؟ ليه فهمها كده يا ماما؟ وانت عايزني افهمها ازاي؟ تفتكر يعني كان ينفع اجي اقول لك الكلام ده لما اتاكد 100% ان لو بتنفع تبقى مراتي؟ يعني انت طلعت لي القطط الفطسانه في كل بنات الناس اللي انا جبتهم لك دول عشان في الاخر تجيب لي دي يا ايمن؟ بسم الله ما شاء الله، نفسي افهم ايه اللي فيها يملى العين يعني. لا حسب ولا نسب ولا مال ولا أهل ولا عيلة ولا حتى سمعة يا أيمن. جايب لي واحدة كل الرجالة اللي عرفوها طمعوا فيها وعايزها تبقى أم حفيدي أنا يا أيمن. حرام عليك يا أيمن، أنا فوخي سخن مني هيولع. رد عليا. أما ما أنا قلتلك دي ملهاش ذنب. وإنت ذنبك إيه؟ أقولك الست دي مظلومة، مظلومة حتى في شكلها. طب وإحنا ذنبنا إيه نستحمل كده؟ يا ابني ده لا جواز ولا حب، ده اسمه عم. ده انا اقل واحده في البنات اللي جبتهم لك تسوى 100,000 واحده من عينتها. هو انت ايه طالب في اعدادي هعلمك يا ايمن؟ بس ما فيش واحده فيهم تقدر تقف في وش الاب زي ماما. ماما دي اللي هتقف في ظهري يا ماما وهتحافظ عليا وعلى نفسها. وهي بسم الله ما شاء الله حافظت. ايه يا ماما ده؟ عشان اتخطفت واتخدرت؟ تخيل انك انت هتشفقي عليها، هتحن عليها، مش تكلمي عنها بالطريقه دي. يا حبيبي اشفق عليها وتصعب عليا، والدنيا مليانه ناس تصعب على الكافه. ممكن تصعب عليا الشغاله، ممكن يصعب عليا البواب والكناس اللي في الشارع،
بس لما اجي اجوز ابني مش هجوزه واحدة من دول. ماما لا، عقاب انسانة اتولدت في ظروف غلط، بس دي مشكلتها. واضح انها ألعن منهم كلهم، عرفت تتويج تحت بطنها وتستغل طيبتك وسذاجتك. لا 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 لا، من الناحية دي اطمني، رقاب ما يجيش في دماغها من اساسه ان ممكن اكلمك في الموضوع ده. يا حبيبي هي مش محتاجه ان يجي في دماغها، هي بتعرف ترمي الطعم كويس قوي، وتعرف كمان هيصطاد ايه. انا مش فاهمك يا ماما بصراحه، انت ازاي متاكده من كل اتهاماتك دي مع انك ما شفتهاش غير مره واحده ومش اكتر من 5 دقايق؟ انا مش فاهمه يا ايمن، انت ليه فاكرني ساذجه قوي كده؟ يا ابني ده انا ست، وافهم كويس قوي قوي الست اللي قدامي من سلامها كده. واضح يا ماما انك انت نسيت ان انا ظابط، واقدر اعرف الظالم من المظلوم من نظره عينه، ده غير بقى التحريات والمخبرين ومتابع التحقيقات، يعني عندي كل الامكانيات اللي تخليني اعرف الحقيقه وبسهوله. اذا كانت يعني رباب شريفه وانسانه عظيمه انا ما اقلش عنها، لانها تربيه واحده عظيمه زيك. عارف يا ايمن، ممكن تكون البنت دي مظلومة بجد وملهاش يد في اللي حصل لها ده، وممكن كمان تكون هي أحسن واحدة تحافظ عليك، بس مش هي دي البنت اللي نفسي تبقى مرات ابني. أنا نفسي البنت اللي هخطبها لابني أخدها في إيدي كده وأخرج بيها قدام الناس كلها من غير ما أبقى مكسوفة من بصيتهم. تعرف يا أيمن، أنا نفسي أعمل لك فرح كبير قوي قوي، وأعزم فيه أهلي وأهل باباك، علشان أوري لهم إن أنا قدرت فعلاً أحافظ على الأمانة اللي هو سابها لي، وأفتخر قدامهم كده بمرات ابني. نفسي لما تخلف ابن جميل أبقى مفتخرة كده بمامته وسعيدة بيها وهي قاعدة بتذاكر له وتحفظه الحساب والإنجليش والعربي. نفسي يا أيمن أخد مرات ابني وحفيدي ونروح النادي، أخده هناك يتفسح وسط أصحابنا وحبايبنا من غير ما أبقى مكسوفة ولا قلقانة من نظرة الناس ليها أو ليا أو ليك. على فكرة يا أيمن، الجواز يا ابني مش حب بس، لا، الجواز بيبقى مبني على القديم، على السمعة. هي مش هتبقى مراتك بس يا أيمن، دي هتبقى أم ابنك. اختار صح. خلاص كلامي تمام؟ اسمعيني بقى وما تقطعنيش. قول. اسمعيني للآخر. أنا قبل ما أعرف رباب ما كنتش متخيل إني هتجوز بالطريقة دي أبدا. كان كل أحلامي أتجوز بطريقة مدام نبيلة. وعايز أقول لك الحقيقة بقى، كل اللي عرضتهم عليا مدام نبيلة حلوين جدا ويشرفوا قوي. بعد ما قابلت رباب وقفت معاها في مشكلتها، اتغيرت معايير الحب والجواز بالنسبة لي تماما. ولو أي واحدة ماما حصل لها اللي حصل لرباب ده، عادي جدا هتكفى على الخبر مجهول كأن ما حصلش حاجة. وبكده بقى هتخدع أول راجل تقابله في حياتها. وانت عارفه الحقيقه البنات الايام دي سهله قوي، لكن شجاعه رباب في انها تواجه، انها توقف وتقول لا، ده يخليها في مقام اشرف بنت حد، لانها بكده بترضي ربنا من غير غش ولا خداع. اطمن يا ست اللواء، أو لو حضرتك تسمح لي أقول لحضرتك يا عمي، علياء زي حنان وأكتر يمكن دلوقتي. اطمن إن هي في عينيا طول حياتي وحافظ عليها إن شاء الله. بص يا ابني، أنا مش هتكلم معاك كتير في الحكاية دي. أنا في البداية وفي النهاية يهمني راحة بنتي، وبنتي مصرة عليك، وأنا الحقيقة كنت متحفظ عليك كتير أوي أوي أوي، لكن بعد مقابلتك مع عمر، وعمر قال لي ايه اللي دار بينكم، ابتديت اطمن لك شويه. عايز اقول لك ان مشاعر الاب والام لو بيجي حد يتقدم لبنتهم بتبقى مشاعر شديده الخصوصيه، والواحد ما يقدرش يترجمها كده، لكن
لما هتكبر ان شاء الله وتبقى في مطرحي هتعرف اهميه اللي انا بقوله لك. بس اللي بطلبه منك من دلوقتي انك تبص لها زي ما بتبص لاختك بالظبط، فاهمني؟ معزتها تبقى زي معزه اهل بيتك. مش هوصيك، لان لو حصل اي تقصير منك في الحكايه دي الحقيقه مش هضمن نفسي. توعدني؟ اوعد. يلا مبروك يا ابني وربنا يتمم بخير ان شاء الله. ها نقرا الفاتحه. طيب نقرا الفاتحه. يا حي يا قيوم. بسم الله. كل شوف شوف فيني بقى ده زوزانتي جون. معالي ستار، معالي ستار، خلاص بقيت حر حر. استنى طب الجزمه، الجزمه انا خايف على الجزمه، كل سعادتك طلبت يا باشا هتلاقيه موجود هنا. اعتراف فعلا اسالك وكامل يا باشا. تمام. طب يا باشا هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ أدي الأدلة دي للجهات المختصة، وأول ما أسلمها لهم هكلمك على طول عشان تبلغي المحامي بتاعك يبدأ في إجراءات الطعن. طب وأمريكاني؟ يا ميرفت أنت مش واثقة فيا ولا إيه؟ أنا ما أقصدش يا باشا، معاش ولا كان اللي يقول كده، بس أنا أمي متبهدلة. بقول لك إيه يا ميرفت؟ أنت أمك شريكة مع أمريكاني في شغل المخدرات وأنت عارفة كده كويس. يعني لو جت على الحق والعدل يبقى امك تستاهل نفس اللي يستاهله امريكاني بالظبط، حتى لو لخصناها على التستر وبس، ودي برضه جريمه وهي احسن. بس انا امي تابت والله. ده بينها وبين ربنا بقى يا ميرفت، وانا اللي عليا هعمله زي ما وعدتك. هنمشي ورا الموضوع بالقانون وبالقرائن الجديده لحد ما نخفف عليها الحكم على قد ما نقدر. الله يبارك لك. طب يا باشا انا عليا حاجه تاني؟ هو في طبعا، بس انا مش هقدرك يا سالك. اللي عملته يشفع لك. ربنا يكرمك يا باشا. زوزو سندريلا سندريلا. ايه يا عين؟ صباح الخير. ايه الكسل ده؟ هل ده نايمين ولا ايه؟ هي الساعه كام؟ 9:30 يا هاني. يا نهار ابيض، ليه؟ ازاي تسيبني نايمه كل ده يا قايم؟ هو المنبه ما ضربش ولا ايه؟ لا ضرب، انت بس كنت محتاجه تنامي. يلا بقى عشان نفطر قبل ما انزل. طيب هقوم احضر لك الفطار حالا. الفطار جاهز يا زوزو، الفطار جاهز. بابا بابا لا الموضوع ده مش هتكرر كتير، ما تاخديش على كده يا زوزو. ايه يا ايمن؟ مش كده يا ايمن، انا اقوم احضر لروحي فطار بنفسي يعني، مش مشكله يعني. طب جامليني. ماشي يا عم. امسكي كده قولي لي بقى اذا كان هحتاج سكر ولا لا. نسكافيه كمان، ايه الجمال ده؟ شغل ايديك يا معلم. لا مظبوط تمام. ايه اعمل لك فلامنك؟ لا قريش. حاضر. نفسي تجيب شوكه يا زوزو. بص يا زوزو مفيش احسن من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت بقى ده الفرق بيني وبينك في تحضير الفطار؟ طبعا يا زوزو، هو انا اجي فيكي حاجه؟ ما تقول لي انت عايز ايه من الاخر يا عين. دق ماما طلع زي ابوكي بالظبط، الله يرحمه. حبيب قلبي يا عيني. يا حبيبي انت الاصدار بتاعي، كتالوجك معايا يا ايمن، انا اللي كاتباه بايدي. سلام عليك يا زوزو. سلام. عايز ايه يا عين؟ قلبي الجامد يعني اخش في الموضوع على طول؟ خش في الموضوع. ايه اللي وداكي عند رباب؟ طب ما انت عرفت اهو. عاوز ايه يعني؟ عايزك تباركي الموضوع بقى يا زوزو بقى. اباركه ازاي وانا مش مبسوطه يا ايمن؟ زوزو انت مش دايما تقولي لي يهمني انك انت تبقى مبسوط؟ صدقيني انا مع رباب هبقى مبسوط. يا حبيبي ما فيش ام في الدنيا ما تحبش ابنها يبقى مبسوط. بس انا مش عارفه اتبسط ازاي. ازاي يا حبيبي؟ ازاي البنت دي هتاخدها وهي في حاجات كتيره جدا ناقصاها؟ هتتعلمها ازاي وامتى دي؟
بص يا زوزو اسمعيني والنبي، شيلي حسبة الناس دي خالص من دماغك. الله، ايه اللي ناقصها يعني؟ شويه لبس، طريقة كلام تتعلمهم، بقرا باب، مش هتعرف تعمل الحاجات دي؟ يا ايمن انا مش متخيله ان البنت دي هي واهلها يجوا يحضروا فرحك قدام اهلك وخلانك. ازاي يا حبيبي؟ انا عايزك تهدي خالص. اطمنك، طيب مقطوعه من شجره ملهاش غير عمتها بس. يا سلام. والله. طب والجيران والحبايب والاصحاب والناس اللي حواليهم في الحته بتاعتهم دي؟ حبيبه قلبي اضمن لك ان مفيش مخلوق هيحضر الفرح. لازم تثق فيا، انا هخلي كله يتبسط في مكانه. خلاص بقى زوزو بقى. خلاص زوزو بقى نعيط بقى. والنبي يا زوزو. والنبي يا زوزو يا حلوة أنت. والنبي يا زوزو جميل. خلاص يا ولا خلاص. جو يلا روح هاف فن. هاف فن أحلى أم. ربنا يخليك ليا. دي حلاب. والله ما حصل. ده ابنك غلبان. حاضر يا سامر جاية هو. جاية على طول والله. لا بقول لك إيه، إحنا رايحين نشتري شبكة مش رايحين نتعسف. آه. طيب خلاص يلا انا هاجي. يلا مش هتاخر. بصي بقى، قبل ما تقولي اي حاجه، انا بقالي طول الفتره اللي فاتت دي بحاول اقنع نفسي اني ما اجيلكيش، بس مش قادر. حصلت حاجات كثيره جدا ومحتاج احكيها لك. لا هو انا اللي حصلت عندي حاجات كتير، حاجات تخليني ما اقدرش اقعد واتكلم معاك، حاجات تخليني لازم امشي دلوقتي حالا. هلأ انا طلقت. وانا ايه علاقتي بالكلام ده؟ الموضوع ملوش دعوه بيكي. طلقت من فتره. طب وبتقولي ليه دلوقتي؟ عشان كنت محتاج اقول لك. بتعمل فيا ايه دلوقتي؟ هلأ انا اسف، بس اسف على ايه؟ انت عارف انا كنت رايحه فين دلوقتي ولا كنت رايحه اعمل ايه؟ ليه كل ما ارتب حياتي تظهر وتلخبطها لي ليه؟ انت عارفه حياتك تتلخبط ليه يا علياء؟ عشان انا فارق معاكي. حتى لو فارق معايا انا ما اقدرش اربط مصيري بمصير واحد ممكن يكذب عليا. ما ينفعش. أنا في واحد قاعد مستنيني دلوقتي في مكان المفروض إن احنا نروح نشتري الشبكة مع بعض. بني آدم بيحبني، بني آدم ما كدبش ولا هيكدب عليا. وأنتِ يا علياء بتحبيه؟ علياء أنتِ ممكن تبقي مستريحة لحد أو مطمنة له، بس فرق كبير جدا ما بين الحاجات دي وما بين إنك تقضي باقي حياتك معاه. أنا مش جاي ألخبط لك حياتك، أنا بس عاوزك تاخدي القرارات للأسباب الصح مش للأسباب الغلط. كل ده مش جاي تلخبط حياتي؟ ولا كنت جاي قصد تلخبطها هتعمل إيه؟ أنت عارف زيارتك دي هتعمل فيها إيه؟ هتعمل إيه في حياتي كلها اللي جاية قدام؟ أنا في حياتي واحد ما خدعنيش وما كدبش عليا وما أقدرش أعمل فيه اللي أنت بتعمله فيا. ما أقدرش. إيه يا رباب؟ إيه آخرة التكشيرة دي؟ والله أنا ما مكشرها إيمان بيه، بس أنا بصراحة صعبت عليا نفسي الوقت اللي أنت بتعمل كل ده عشان خاطري. لما خرجت معاك امبارح فجأة كده وسط الكلام افتكرت الكومي وابنه، افتكرت الشريط والتسجيل واللي نزل على النت، مبقتش عارفة أعمل إيه. خفت للضحك، وفي نفس الوقت حسيت ان الست الوالده يعني معاها حق. يا ايمن بين الناس ليها الظهر. طب يا رباب، اللي يقولك ان العنت ده كله اتشال
ما بقاش فيه اي اثر ليه، وما فيش مخلوق يقدر يتفرج عليه. انت بتقول ايه يا ايمن بيه؟ انت بتتكلم جد؟ يعني الحاجات دي فيها هزار يا بابا؟ والله انا ما عارفه اقول لك ايه، اكيد الموضوع ده غرمك كتير قوي. مفيش حاجه تغلى عليك ابدا يا بابا، ربنا يعوض عليك. انت بتتكلم صحيح يا ايمن بيه؟ انت بتتصنطي علينا يا عمتي؟ في عيب التنتجار اي الله، ما تقعد شويه بقى، خليك معانا معايا انا ايمن بيه. الله يبارك لك. انا معاك يا استاذ سامي. هو صحيح يا ايمن بيه البتاع ده التصويره الشريط اللي اتحط على القناه الترنوط ده هيتشال، ما حدش هيشوفه من الناس تاني؟ صح، خلاص انتهينا ست سامي، مفيش مخلوق هيتفرج عليه. يا كرمك يا رب، يا كرمك يا رب. ايمن بيه قسما بالله لو قلتي ايمن بيه دي تاني لا اكون ايمن بيه. ايمن بيه ايه بقى؟ ايمن بيه زهقتيني يا بابا والله. شكلك عايزه تفرحي تاني، هديكي خبر احلى. زوزو يا ستي اخيرا قررت تبقى حماتك، عافت عننا احنا الاثنين. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. بص انا ما تمسكنيش، انا عايزه ازغرط، سيبني براحتي، انا ممكن ازغرط. وده وش حد عايز زغرط؟ انت كده هتعيطي. زغرط زغرطي احسن. اتفضل يا علي. ميرسي حبيبتي، عشان خاطر بقى خلاص رواق. عارفة يا عليا، أنا أول مرة أحس إن أنا مش قادرة أقولك حاجة تريحك. أنا مش عارفة أفكر، مش عارفة. طب أنتي متأكدة إنه سامر ما حسش بأي حاجة وأنتي معاه؟ لا، ما أنا قلتلك إنه حس، بس أنا قلت له إن عندي مشكلة في الشغل. مصدقك؟ أنضف وأجمل حاجة في سامر إنه عمره ما بيكذب حد إلا إذا شافه أو سمعه بنفسه. زيارة كامل النهاردة دي حسستني إحساس بشع وأنا مع سامر. إيه؟ إحساس بشع؟ بشع قوي كمان. حسيت إني جبانة وخايفة وكذابة. حسيت انه احسن مني مليون مره. يا رب يا رب، انا كارهه نفسي وكارهه كامل وكارهه اليوم ده كله من اوله. خلاص خلاص بقى يا عليا، ما تقعديش تحملي نفسك كل الكلام ده، هو موقف وعد. وبعدين انت كده كده واخده القرار، يعني زياره كامل دي كانها ما حصلتش من اساسه. بس هي حصلت. يوه يا عليا، خلاص موقف وعد، وبعدين ده مش هياثر على العلاقه بتاعتكم. لو كانت دي الحقيقة ما كنتش زماني حاسة كده. يعني ايه يا علي؟ انا مش فاهماكي. لا يا فريدة، انت فاهماني كويس. بتقصدي ايه بالظبط؟ انا حاسة اني رجعت زي الاول قبل ما اعرفهم هما الاتنين. ايه؟ أنا معرفوش. حاسس بحاجة. إيه اللي بتعمله؟ فاكر إيه يعني؟ عمر سلطان يعود إلى منزله القديم، لازم تشريف. يا عم أنا وديت داخلية يعني. أقل منها بيتك يا عم. منين؟ بالله على السلامة يا حبيبي. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله على السلامة. بركة ايه؟ وحشتوني والله. باشا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاملين ايه؟ كله تمام؟ لا يا عبد الامين، ازيك حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. ايه اخبارك؟ كله تمام؟ حبيبك يا حميسة. ربنا يخليك يا باشا. لك وحشة عم سعد. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. العيال تمام؟ الحمد لله يا باشا. ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبي. ربنا يبارك لك حبيبي. عمر باشا. بلال باشا. ايه الانوار دي؟ باشا اتفضل يا باشا، مكتبك يا باشا. ربنا يخليك يا باشا. يا باشا ما يصحش مكتبك يا باشا. يا باشا انا جاي اسلم عليكم وابارك بس، ربنا يقدركم يا باشا. تسلم يا باشا. امر يا باشا. ماشي يا باشا. اتفضل باذن يا باشا. اتفضل باذن يا باشا. امرك يا باشا. امرك. انا وحش. يلا بينا.
عملتها مع الامريكان يا ابن سلطان. الله عادي بقى، انت كمان عملتها مع الكوم يا جامد. الحمد لله. يا وحشني الاسم يا جدع. شفت بقى يا حبيبي لما سمعت كلامي ومشيت كل الحراسه اللي كانت حوالينا؟ دلوقتي انت بس عارف تاخد نفسك. ادهم ما تنساش ان انت عملت كل حاجه ممكن تكون الناس دي طلبوها منك. خلاص بقى كفايه، حاول تنسى يا حبيبي. احنا مش هينفع نفضل عايشين في الهم اللي احنا كنا عايشين فيه ده على طول. وما تنساش يا ادهم ان انت عملت حاجه صح ودفعت الثمن كمان بدون حتى ما تتناقش او تفكر او تتكلم حتى مع الناس دي يا حبيبي. فاكره يا غاده لما قلت لك ان صفحه حياتي القديمه اهم حاجه فيها اخر كلمه في اخر سطر؟ ايوه طبعا فاكره. اللي حصل ده هزني قوي. التجربه اللي مريت بيها انا وانت ودور هزتني جدا، خلتني افكر لاول مره افكر بجد، اول مره افكر اتغير. انا الوحيد في الدنيا اللي عارف خطوره القرار اللي انا اخدته، بس كان لازم اخد القرار اللي اضمن لكم بيه حياه. ادهم هو انت ليه ما بقتش تتفائل؟ ليه يا حبيبي بقيت على طول مخنوق متضايق مكتئب؟ اتغير بقى شويه واخرج من اللي انت فيه ده يا حبيبي. حبيبي انا مش متضايق، انا قلقان، قلقان قوي. عارفه اكتر مشهد بشوفه في حياتي ايه؟ ايه يا حبيبي؟ انا وانتي ودره واحنا عايشين من غير القلق اللي احنا فيه، بس مش عايز الابتسامه اللي مرسومه على وشي واحنا بنتفرج على المشهد ده او انا بتفرج على المشهد ده تنسيني ان المشهد ده انا ممكن مكنش فيه. ادهم انت ليه بتقول كده؟ على فكره انت مش بتطمني، انت بتزود قلقي. في ايه يا ادهم؟ هو انا ليه حاسه على طول معاك ان انا مش فاهمه حاجات كتير؟ ادهم كفايه ارحمني، لا انا ولا بنتك هنعرف نعيش من غيرك، افهم ده. انا حياتي ملهاش طعم من غيرك، لو سمحت ما تقولش كده تاني. حبيبي ممكن تفهمي حاجه واحده بس. ايه يا حبيبي؟ الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها في حياتي ان انا بجد ما ينفعش اعيش من غيرك حبيبي. يلا يا بيبي انصحي. يلا الحمد لله يا رب، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. أحمدك يا رب إنك جبرت بخاطري، أحمدك يا رب إنك نصرتني، أحمدك يا رب إنك وقفت لي ولاد الحلال. ألف حمد وشكر ليك يا رب إنك بعت لي واحد زي أيمن، نصرتني وأنا مظلومة يا رب. أحمدك وأشكر فضلك يا رب على كل نعمة، يا عظيم يا كريم يا أرحم الراحمين. ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب. يا رباب يا رباب شحيلي يا اختي، الجيران زمانهم على وصول والمنجد عايز كام حصير يفرش عليهم القطن. يا بنت خلصي يا بنت يا اختي لي. عايزين
أخونا بيرم وفؤاد نجم وعمي شاهين، ملقتش زيك في إيطاليا ولا في الألمان، عشان كده أنا عايز أعمل لك تمثال ألوان، يا إما يتحط في رمسي سمنة لبنان، مقلبية ومستوية، مقلبية ومستوية، نفسي ليها وأطلب إيديها وأخدها يا طالب رضاها وعيش معاها يا معيش يا مبسوطة مرفت؟ ربنا يخليك ليا. نفسك في ايه؟ نفسي؟ نفسي في بيت ويبقى بتاعي بس كده. وانت يعني جيتي في جمل؟ من بكرة الصبح هنزل ادور لك على اجدعها بيت في اجدعها منطقة وهشتريهولك. تشتريهولي؟ طبعا. بطل استهبال بقى يا سالك، انا معايا فلوس، خلي القرشين اللي معاك دول وفكر تشغلهم ازاي بدل ما انت عايز كده تبعزقهم في الهوا. يا سلام، هو اللي عايز يعني يشتري شقه لمراته بحر ماله يبقى بيبعزق؟ اه بحبك. ايه يعني بحبك وعايز اتجوزك فيها ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ امال بهزر. بحبك ونفسي اعيش معاكي، اصطبح بوشك الحلو ده كل طلعت شمس، كل ده بقى يحصل ازاي غير بالجواز؟ انت متاكد يا سارق؟ طبعا يا مرفت، نفسي في بيت بقى و... وعيال ونعيش عيشه نظيفه. انت احسن حد ممكن اي واحده تتمناه في الدنيا دي كلها. انا بحبك قوي. الانفجار اللي انت فيه ده مش منطقي ابدا يا بيبي، حاولي تفكري شويه بعقلك مش بقلبك. ازاي بقى يا عليا؟ انت عاوزاني اقتنع ان هو سافر عشان اتخض على مجرم اللي في يوم من الايام سابني وساب الدنيا دي كلها عشان يلحق ويخلص منه؟ طب اهدي بس، لا انا ولا انت نعرف اي تفاصيل غير اللي هو قالها لنا، وانت اكتر واحده عارفه ان عمر ما بيحبش يدخل حد في تفاصيل شغله. الموضوع ده مش محتاج تفاصيل، هو سافر عشان يروح لها. هي مين دي؟ ايه انت عاوزه تقنعيني ان انت مش عارفاها؟ مريم طبعا. الا ده انت ضربتي. والنبي عليا بلاش تكلميني بالطريقه دي، الظاهر ان انا لازم افكر بطريقه تانية واشوف الدنيا دي بزوايا تانية غير الزوايا اللي انا كنت بشوفها قبل كده. هقولها لك ثالث ورابع وعاشر، عمر بيحبك ومش هيحب واحده تانية غيرك، وكلنا عارفين كده كويس، وانت المفروض ما تفكريش غير في ده. يا بنتي والله العظيم اخويا وانا عارفاه مؤخرا، اه مش فايقين لبعض وما بنتعاملش مع بعض كتير، بس انا اكتر واحده حاساه حتى لما بقف في وشه. هو قال لك راجع امتى؟ قال لي ان هو هيرجع بكره. والله العظيم انت هتشليني، يعني الواد هيشحت في نفسه ويضرب المشوار ده كله علشان وحشته ويرجع بكره؟ يا شيخ المفتري عليه ربنا، امال راح ليه؟ سألت عليكي في التقفيص قالوا لي ان انت ما بتجيش. ما انا بقالي كتير ما بروحش. اه سليم قال لي مشغوله في الماسترز، وبعدين هروح اسوان الاسبوع الجاي. ايه؟ عرفت ان في قبائل هناك فعايزه اروح اشتغل عليها. طيب قولي لي، طيب قبل ما تسافري عشان أعرف ناس هناك ممكن يضبطوا لك الحياة من غير ما تتعب. ما تقلقش عليا يا عمر، هو أنت إيه اللي جابك؟ فاكر يا عمر لما قلت لك إن باب قلبك أنت سايبه مفتوح بس المساحة مليانة؟ أنت لازم ترجع تقفله تاني عشان انت مش هتعرف تخليها تفضى.
واللي مليات تستاهله وانت كمان تستاهلها. انا عارفة ان انت مش هتعرف تنسيني، بس اوعى تيجي على احساسها لما تحس ان انت بتفتكرني. وما تخافش عليا يا عمر، انا عايشة بمنطق ان الحياة ما بتوقفش على حد، لكن انت وهي لا، عشان انت بتحبها بجد. والحب اللي بجد ما بيجيش بسهولة كل يوم، خصوصا لما بيكون مع الشخص الصح. خلي بالك على نفسك يا عمر، ربنا يوفقك. الو، مكشره ليه؟ عادي يا عمر، وبعدين انت عرفت منين ان انا مكشره؟ صوتك قافش. مش هتفرق على فكره، انا جيت من سينا النهارده. طب كويس، الحمد لله على سلامتك. يا ساتر. ايه، هو انت مش هتبطل؟ طب ولو ما بطلتش؟ إن ما بطلتش هتضايق أكتر. بريء والله. بريء إيه يا عمر؟ هو أنا اتهمتك بحاجة عشان تقولي بريء؟ إلا إذا كان أنت عارف حاجة وأنا مش عارفاها. لا يا شيخ. أمال الكلام اللي أنت قلتيه عليه إمبارح ده كان إيه؟ ياه. الظاهر يا عمر أنا مبقاش ينفع أقول أي حاجة لأي حد ويكتم سرها. ويعني يا حد يعني؟ اهو بقى وخلاص يا عمر. سيبك انتي، اللي انتي لابسه النهارده ده تحفه. ايه اللي انا لابساه؟ انت شفت اللبس فين يا عمر؟ لايق على المناسبه اللي احنا فيها. لايق على المناسبه؟ عمر انت فين يا عمر؟ أنا مش قلت لك قبل كده إن أي حاجة عاوزاها فتاة أحلامي لازم هتبقى فيكي؟ تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ موافقة ولا لأ؟ موافقة طبعاً. مبروك. عايز يبقى جد. نفس وادي كمان عندك. طب يلا نتصور. نتصور يا جماعه، نتصور. نتصور زوجي. نتصور. يلا تعالى. الف مبروك يا حبيبي. يلا يلا. تعالى تعالى تعالى. بركه شان. يلا يلا.